بكم. احنا اليوم عندنا الايفينمون هذه في اطار حاجتين. اولا نبداو بالبرامج الرسميه اللي هي انا قاري اونغلي عندي في موديول 3. الموديول اسمها Environment and Health، يعني تحكي على توسكي محيط والتلوث. والنقطة الثانية اللي احنا مشاركين في برنامج التوأمة الرقمية اللي توينينج هذية، نخدمه في بروجي اسمه I am in love with the green earth. هذيك علاش حاولت ننظم اللقاء هذية طبعا بحضور ثلة من الأصدقاء والضيوف. انا بفضل كل واحد يعرف روحه بروحه، اوكي؟ باش انا ما يصير ضيف. انا عبد الدين الدرويش قيم عام عبد الدين في مبسح نور. مرحبا. 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 مدير عبد الدين في مبسح نور. مرحبا. مرحبا. خالد ترابلسي مدير جنوي تاع ميكالاتوريا سنفي تيت وزن فيها. مرحبا سيد خالد. طبعا كين مرة أخرى، أنا اسمي حافظ الانتاتي مدير الأخبار بإذاعة الديوان، ولكن اليوم بصيفتي المنسق العام للجامعة التونسية للبيئة والتنمية اللي هي مجموعة من الجمعيات العاملة في مجال البيئة والتنمية المستدامة. مرحبا. يسرى بالحاج، أستاذ التعليم الثانوي، وهنا حضوري اليوم بحكم اللي أتينا. أتمنى. مدام سندس زادة. مدام سندس خشوف، أستاذة التكنيزية بالعددية في مبسح نور. ومشرف على نادي البيئة، خاطر احنا راهو توأمة بنادي البيئة ونادي التوأمة الرقمية الإيفينمون هذيا، أوكي؟ ألوغ احنا حضرنا جوست هكا بريزونتاسيون صغيرة، حضروها تلامذات اللي هما تلامذة إعدادية تمسح نور، وتلامذة إعدادية تاع غيرك، وتلامذة إعدادية تاع لينوري، باش يقدموا هما وبعد نعطي كلمة للضيوف باش هما يعقبوا ولا يفسرونا أكثر، خاطر هما مختصين. احنا جوست راهو حاجة بسيطة. ألوغ هذه هي الحملة نتاعنا، هي حملة ضد التلوث، هذه هي اسم البروجي نتاعنا. I am in love with the green earth. باش نبداو اول حاجه بالاسباب، اسباب التلوث. هاي اسباب التلوث، اعدادي تاع النوري هكا ولا لا؟ انا النتائج. انت النتائج. اعدادي تاع غيره باش يجاوب يزك. هاي يجاوب حدانا هونيا. هاي فسروا لنا انتم الاسباب واقراوا لنا اسباب التلوث. تاخذوا تراكم هنا وهناك وقطع الأشجار بصفة عشوائية وتدمير البناء النباتي. إلقاء الفضلات والمواد الكيميائية في البحر. استياب الحيوانات المهددة بالاضطراب. هذه الأسباب توا النتائج عند عليم نوري. ترميث البحار والوديان والقضاء على الثروات البحرية، اختلال دورة المحيط. شكرا. والآن بعض الحلول المقترحة من أعدادية تنمسح نور. وضع الغلاف الحوالي في المنطقة البحرية، وضع البديل من الأجزاء لفرق المنطقة قادرة على توفير كمية الأكسجين، عدم إلقاء الفضلات في البحار والأودية للحفاظ على الثروات البحرية، تنظيم حملات تحسيسية للمواطنين لتوعيتهم بأخطار التلوث وضرورة المحافظة على البيئة. معاقبة كل مخالف لا تعقد تجاوز حق بيئتنا. اوكي، اذا احنا طبعا ما يسالش ان هذيا نسميوه جوجل سلايد. احنا خاطر التوأمه الرقميه شنو هي؟ احنا نحاول الفكره تو مثلا التلوث. نسكن تحت قاسي محمد زين. بالنسبه للتلوث الموجود في البرنامج الرسمي للفيزياء سنه 7 وسنه 9، معناتها نجمو تلامذتنا نجمو نزيدو شاركوا معنا زيادة. أستاذة الرياضيات، أستاذة الرسم مدام نبيلة ومدام إيناس. احنا طبعا كما قلت لكم احنا خدينا اللي هي التلوث وحاولنا نوظفوا التقنيات الحديثة، تقنيات القرن 21 اللي هي الويب 2.0، اللي هي مثلا هذه خدمناها بالجوجل سلايد. اوكي، زيادة في إطار البروجي بتاعنا احنا عملنا حاجة بسيطة، ان احنا تبدلنا الغرس، يعني كل معهد يعطي المعهد بلونت، والمعهد هذاك يتعهد انه الغرسه هذيك يشرف عليها ويغرسها ويزرعها ويسقيها. مثلا هذه سلمتها لي فاطمه امس من اعداديه تعليم نوري، الاعداديه اللي ممسح نور، وهذيك من اعداديه ممسح نور لاعداديه تعليم نوري. وسبق سيمونير زاد عطاني نبته امس، زادت نقلنا الصباح
المدرسه الابتدائيه الفلاح هزينا بلونط لمحله اكبر من هذه وعملنا عقد احنا والزينات الصغار ان هما باش يتعاقدوا باش يهتموا بها باش نرجعوا لهم ان شاء الله بعد شهر ولا نصف شهر ولا كل مره نشوفوا باش نراو الغرسه هذيك تكبر على خاطر راهو عندي كلمه زيد نحب نعرف تفضل يا فاطمه البروشير يا بسم الله باهي نعرف بروحي انا فاطمه بوعزيز استاذة الاعلاميه في اعدادية تعليم نوري به احنا في انا نحب نحكي اكثر شيء خاطرنا استاذة اعلاميه دونك باش نحكي على التكنولوجيا الحديثه وكيفيه توظيفها في التعليم به انا نشجع كل استاذ انه ينخرط في برنامج توأم الرقميه علاش على خاطر باش يجدد من نفسه اول حاجه دونك هو كي مشي انخرط في البرنامج هذايا باش يتعرف على اساتذه من مختلف انحاء اوروبا خاطر هو برنامج تابع الاتحاد الاوروبي كيف الخدمه زاد تكون في تونس مع اساتذه اخرين في جهتك في الجمهوريه التونسيه كامله دونك هي الخدمه تاع التوأم الرقميه هي اساسها التعاون والتشارك بين التلامذه وبين الاساتذه وبالطبيعة كما قالت هدى سعيدة باستعمال تقنيات الويب 2.0 اللي هما معناتها لي زوتي بتاع التكنولوجيا اللي توا صغيراتنا يعملوا لهم موتيفاسيون في القسم ما عادش الدرس انه يكون درس عمودي معناتها انا معناتها ملقن لا ما عادش هذيك الحكاية احنا توا ولينا افيك انتيراكسيون افيك لي زيليف دونك انت كي باش تقدم درسك مش تكون انت مؤطر وموجه وموثق فقط الدرس مش يكون معناتها من التلميذ مش يجي من التلميذ وانت باش تعاونوا في الافكار وهو باش يجيب لك الافكار وباش تبنيوا مع بعضكم مشروع احنا لانه احنا في الاعلاميه تبدلت معناتها السيستيم نتاع البروغرام اوفيسيال احنا ولينا توا اباز دان بروجي والبروجي هذاك يتطور بشوي بشويه معناتها سولون لي بوزوان دو سو بروجي مش نتعلموا دي كومبيتونس دو في ومش نتعلموا زيدا دي زوتي وتكنولوجيا اكسترا اكسترا باه نرجع للمشروع نتاعنا اي ام لاف ويز جرين ايرث هذا مشروع هو ستيم اش معناتها ستيم هو معناتها يدمج عديد من المواد ومن الاتجاهات كما الفن الهندسه التكنولوجيا اكسترا باه البروجي هذايا كما قالت مدام هدى انه على البيئة ومحافظة المحيط وأكثر شيء إحنا صغيرات اللي هم في سن المراهقة دوم باش نحسسوهم بالبيئة أهمية الشجرة توسكي فيغ معناتها المحيط نتاعنا نحبوه أخضر سيرتو إحنا عايشين في مدينة صفاقس معروفة بالتلوث الهوائي والجوي وكل أنواع التلوث دوم إحنا من أقسامنا باش نعالجوا مشكلة حقيقية في مدينتنا ونحاولوا إنه التلميذ يحسها ويمشي فيها في أبعد الحدود. هذا الحدث هو حدث تحسيسي معناتها بامتياز لتلميذنا ولزملائنا والكل. وشكرا إني عايشكم. احنا حضرنا البروشير هذوما لي بروشير حضرناهم احنا.
مازال اتمنى مش تدخل طبعا لا مش تدخل مش تدخل مش تدخل معنا في الايكوينينج واحنا نادي التو مرهنيه ونادي البيئه نحن مع بعضنا حتى لو كلمنا جده نظفناها وزيناها وغسلناها مع العقار ولا معناها قاعدين ناخذ مواطنيات ان شاء الله توا نسحوا احنا والفونداتريس نتاع البروجيكت البارحه نتاع المشروع مادام ايمان طقطق نبروها ومدام مريابية من ايطاليا وتو نحاولوا منا كيفاش ننسقوا مع المدنيه الجهويه ونعملوا زياره لاحد مراكز الرسكلا مدينه تحبوا هذا المزاسون في البيش البلاستيك تحبوا نمشي ونعملوا زياره لمستقبل المراه مدينه حاجه فيها رسكلا احنا شو نعملوا دوزيونيتي ولا يونيتي دو سيتا كما يونيتي بعدك مش بعيده مش بعيده برشا من هناك برشا من هناك زون تستوير اي زون تستوير تلعبوا نجم نزوروها تشوفوا البلاستيك والكوليك وحتى البلاستيك ان شاء الله ان شاء الله تو نقعدوا مع مدام سندس شكرا سيدة خاص لزملائي زملائي الاعدادي في من صحنوب واللي يحب يتحقق بمشروع التو مرحبا به مرحبا كوسوسوا الفرنسي راه ماهيش حكر على فيير معينه مشكلة إعلامية أنا إنجليزية معنا تاريخ وجغرافيا معنا تربية مدنية تشكيلية وراو زادة وناس مبدعة معناها ناس احنا عندي عميل لكن فما ناس معناها عندها مقدمية وتبارك الله عليهم وراو نجم توظفها مش بالضرورة تخاف تقول لا نشجع الموتيفاسيون ما يصيرش انا معناتها السنه اللي فاتت خدمت مشروع وربحت الحمد لله يا رب الجائزه الوطنيه في مجال المدرسه الاعداديه وش ربحت انا به ربحت اورجيناتور بورتابل وتلمذتي 8 تلمذه ربحوا 2 تابلت دو ماك معناتها معناتها فيها الربح معناتها موتيفاسيون وزيدا فيها تجديد لو انا نحكي على تجربتي هاكم تشوفوا فيها ديما في الكوليج ديما نخرج ديما عندي ما نعمل يعني موتيفاسيون يعني تصور انت تلمذه اليوم للقرايه ما جاوش قرا وللنادي هذوما مستنفرين من امس الصباح هو الربح الكبير يعني الحق مستنفرين هو الربح الكبير هو انك تربح ثقه التشكيل اللي بعثته في نفس المعلومه وبغلاف المعلومه راهو ربح كبير الاعتزاز بالوطن مثلا نحن كي نعملوا هكا المحادثات الفيديو مع وحيد في اوروبا هو يعتز بالوطن نتاعو ويعلم ويرفرف العلم نتاع بلاده يولي ما عادش يخدم على النورد يولي يخدم على هيك العلم يحب جواروخو باهي وقت هو مثلا ندخلوا احنا عندنا تويس بيس يحب خدمته خدمه بلاده مزيانه دونك فما تبدل برشا حاجات في نفسيه التلميذ دونك حاجه مزيانه برشا نشجع كل مربي واستاذ انه يقرب البرنامج هذايا وشوف هذا التجديد اللي احنا قاعدين نعيشوا فيه كل يوم مع تلمذتنا في القصر وبارك الله فيك شكرا خاصه للضيوف كاين سي مراد وشيء ما كنتش نعرفه ان شاء الله قدمه
صح على الامراض دي لازم نحافظ على الحياة ولازم نعمل يوم مخصص باش ننظفوا في مدرستنا وتلين ده كل شيء طوب مساهمة للسيدة بتاعنا ده يوم مخصص ده احنا في المجتمع الفرنسي ثاني مشكلة احنا ما شفناش المستقبل في المحاضر كان نشوف المستقبل شو بيصير انا غريقة العقلية بتاعنا احنا نفكر واحد المنتج باش يعمل مثلا البلاد هو يشوف الربح بتاعه ما يشوفش المظالم باش يسل العبد هو يشوف كان روحه كلكم تعاونوا فيها المحافظة على البيئة يلزم تربطوها بيوم والأمر عن النظافة ما نعرفش فما أمراض شو بيجاز سلوك البيئة هو سلوك يومي حاجة مش مشطوبة نعمل لها خارق واحد شو سيد يلزم لازم كتلمها كي تجي كي ما تخد كي ما حليت الشباك بعد تسكر زي ما تاخذ بس حتى شيء زوز ثواني ما ترميش ما ترميش كار ما ما تمسخ شوف الزبلة بتاعتي لكن كيف الماء ما نشربش من السبابة تاع التواليت اللي نعرف عليه ماء اللي قبل يدو مسخة وين يشرب كذا تعدى الأمراض نجيب البيبيزا صحيحة مسألة شخصية نشرب منها تشربيش مثلا من السبابة تاع حتى كيف كيف زاد حتى في دار في دار ما تكثرش من السكر والحاجة عادية وانت على سبيل كذا انا وزلوك البيت الحمد لله باش تنجموا تعيشوا احسن وتكونوا احسن وتكونوا فاضلين